الاستقلال لكسب هامة تتماشى مع أهمية الدولة بالوصول إليه في تقييم الأشياء وصقل الموارد وتنمية القدرات والكفاءات البشرية. وقد تجسد ذلك من خلال ارتفاع نسبة التمدد وانتشار المعاهد والمقاطع الجامعية في مختلف ولايات الجمهورية ومن بينها ولاية يابس، وكذلك من خلال تميز الكفاءات التونسية وإشعاعها داخلية وخارجية. ورغم هذه الإنجازات تبدو الحاجة أكيدة اليوم لمزيد الاهتمام بمختلف هذه القطاعات وفي مقدمتها القطاع التربوي الطبيعي، بما يساعد هذا القطاع على تحقيق جملة من الأهداف التي نعتبرها هامة، ومن بينها تقليص نسب الفشل والانقطاع المبكر عن الدراسة والرفع من نسب الارتقاء والتدرج في كامل مراحل التعليم. وقد بادرت ولاية كابس بإعداد خطة جهوية لتجميل المدارس المدرسية، وركزت كل الأطراف المهمية في الفعل التربوي ومختلف مكونات المجتمع المدني بجهود انشاء هذه الخطة التي حققت نتائج طيبة نأمل في مزيد تحسينها حتى ترتقي إلى مستوى تطلعاتنا وانتظاراتنا جميعا. إن تقدم الأمم والشعوب قد أصبح مرتبطا شديدا ارتباط اليوم بمدى قدرتها على الانخراط في اقتصاد المعرفة